جهه فاس مكناس كتحظى بشرف استضافه تنظيم اليوم الوطني للتاجر اللي كتنظمه وزاره التجاره والصناعه كل عام. وهذه السنه كاين واحد الموضوع اللي هو مهم اللي هو تم الاختيار ديالو حول المدن العتيقه. كي كتعرفوا الجهه ديالنا كتحتضن 4 ديال المدن العتيقه، وهذا وعلاش كان الاختيار على الجهه ديالنا باش تحتضن اللقاء اليوم، حيت التجاره في المدن العتيقه عندها واحد الخصوصيات ديالها اللي ما كيتلقاوش في الاماكن ولا في لي سيت اللي هما خارج من الاسوار ديال المدن العتيقه في جميع مدن المملكه. واحد العدد ديال البرامج اللي كنقوموا بها باش نواكبوا التجار ديال هذه المدن العتيقه، حيت عندهم خصوصيات ديالهم على مستوى اللوجستيكي على مستوى القانوني، حيت المدن العتيقه عندها الخصوصيه ديال الاملاك ديال الاوقاف اللي هو عندها قانون خاص، كاين مشاكل ديال لي روجيست كوميرس، كاين مشاكل ديال الترميم، والحمد لله بفضل الرعايه المولويه الساميه والبرنامج اللي اعطى الانطلاقه ديالو سيدنا ديال النهوض والترميم ديال المدن العتيقه، واحد العدد ديال المدن والنسيج المعماري اللي في هذه المدن هادو خدا واحد جديد وواحد صوره جديده. واليوم حنا كنحاولوا نشتغلوا باش الحركيه التجاريه تواكب هذا الترميم اللي كيدير على مستوى ديال المدن العتيقه، باش حتى ذاك الروح اللي كان في المدن العتيقه ديال الفنادق ديال المركبات التجاريه ديال واحد العدد ديال الامور اللي كانوا اللي هما كيعيشوا المدن العتيقه اننا نساهموا اننا نردوها. كاين التكنولوجيات الحديثه، كاين لي بارتنير ديالنا فينونسي اللي هما الابناك اللي توما خصهم يديروا واحد المجهود معنا، كاين السلطات المشكوره اللي كيديروا واحد المجهود واللي كيحاولوا يبسطوا المساطر بالنسبه لي زوتوريزاسيون اللي دابا اليوم كيتعطاو على مستوى المدن العتيقه. يعني واحد المجموعه ديال الاوراق حنا غادي نقدموها اليوم، وان شاء الله غادي يكون الخير القدام بالنسبه للتجاره في المدن العتيقه. اليوم كيف تعرف الجميع بان اليوم يوم تاريخي، يوم عيد ديال التجار، اليوم الوطني للتاجر، اليوم غادي يكون نهار 28. هاد اليوم تتعرفوا بان اختارنا واحد الاسم هو تطوير التجاره في المدينه العتيقه. تتعرفوا بان المدن المغربيه عندنا واحد مجموعه من المدن العتيقه اللي في الرباط، في سلا، في فاس اليوم اللي حنا متواجدين فيها. اليوم غادي نتكلموا على واحد المجموعه ديال اولا المكتسبات اللي تحققت في هاد السنوات هذا، كذلك عندنا واحد المجموعه ديال المطالب اليوم اللي تنطلبوا باش نكونوا نعطيو هاد المطالب ديالنا للسيد الوزير على الاقل باش يكون باش نحققوا واحد المجموعه من المكتسبات الاخرى. اليوم تعرف التجار اليوم تعرفوا واحد النقله نوعيه، اليوم الحمد لله التجار تيستافدوا من التغطيه الصحيه، وهذا مكسب حقيقي اللي كنا تنطالبوا به. اليوم جميع التجار تيستافدوا، تقريبا ما يفوق 400 ألف تاجر اليوم تيستافدوا من التغطيه الصحيه.